السلام عليكم الافامي. هذا الفيديو هذا ماشي فلوغ، ولكن كيف ما وعدتكم بلي غادي نعاود لكم اليوم القصه ديالي مع البنيه هذه ومع الدريه هذه انجيليكا. قلتها لها قالت لي مرحبا، دونك حنا غادي نروح القهوه نشربوا شي حاجه ومن بعد غنبارطاجي معكم القصه. هاي هالو ايفريوان، دابا كنديرها كدير بحالي. لا وقفي وقفي، لا وقفي، هاي وقفات. ايه لكوكوكوكوكو 1 2. What is my name? حماد. زين. أنا القهوة المفضلة ديالي. تخيل معايا هنايا في هاد البلاصة هادي كتقهوى بدو أورو 80، يعني بحال مريح في طنجة. شنو بغيتي؟ سمر، غلاس، آيس، أشنو؟ واخ اوكي شو غنحمقها. شنو بغيتي سامر بالعربيه؟ شنو بغيتي؟ ايوا تسوا هذا اش غدير لي؟ هذا قولي هذا. بغيتي هذا؟ قول بغيت هذا. الله يعطيك الصحه قد الله بيا صافي. اش روقات هذه؟ دابا يلا دابا نجيب لك هذا. دابا ماما كتشرح لها. I told him that you explained to him because sometimes she told me this. هي ما عرفتنيش راه فورماتيتها. شنو بغيتي؟ نمشيو يلا زيد. يلا زيد. This one؟ No. Cup. This one vanilla ice cream. Espresso one juice. Sorry. Vanilla. دابا نبدا لكم القصه. المهم خدينا قهوه، خدينا عويصير، زاهي الوقت وانا حشمان دابا وهي حشمانه. I told him that we are shy but we do our best to explain to you our story. I will try to speak English ولكن ندير لكم الترادكسيون بالعربيه، حيت فاش كنبغي ندير الترادكسيون هنا كتجيني صعيبه شويه صراحه، حيت خسر الوقت. اللهم في نفس الوقت هي نهضروا ان انجلش وفي نفس الوقت نهضر معكم بالعربيه. Explain at the same time better than I go to make translate. I have a lot of time. حتى 24 ساعه ولا نقدر نحيد القصه. Anyway ما بقاش هاد التليفون هكا. I will put it in the table and we will start the surprise. سامر باغا تكون في الفيديو كطل. خوتي السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير. هاد ستوري تايم هادي انتم اللي سولتوني. اول حاجه the question that you have a lot of. What is the question the most asked? Oh, from you. سؤال. Yes. سؤال اللي جاه بزاف. So why don't you marry Ameda? علاش ما تزوجش Ameda؟ وأنا نفس الحاجة. شروكات. وأنا نفس السؤال، علاش ما تزوجش بها؟ بحكم أنني عندي واحد العلاقة زوينة مع البنية. فأنا غادي اليوم غادي نعاود لكم القصة ديالنا. The first thing I will say, how I meet you. كنت غادي لاصال واحد النهار، اول مره غادي لاصال وهي كانت غادي هي البنيه بالكروسه. Now she will understand because I talk about our first meeting. You were with Summer with yes stroller. Yes. كانت غادي بالكروسه وانا ما نكذبش عليك خليتها دازت بالعاني، فهمتي، باش نضرب عليها مزيان. بانت لي مزيانه، بغات تقطع الشانطي. You want to cross the road and she said hi where are you from. You told me Swedish. I told her I have been in Swedish. Oh my. قلت لها ليك تي قالت منين انتي سويدية؟ قلت لها راه كنت في السويد كذا وريتها الفيديو صافي. هضرت معاها ولكن ما خديت لنا مرأة. I didn't ask you about anything. I go to the gym. When I come back I found اوه سامر طيحت. لقيت واحد شمس العشية بلاتي. ويت تبكي لحقاش طيحاتها. Let's go to buy other one. كيش المشكل؟ حنا ما عندناش المشكلة سير. أما تبكيش لي مزيد. فوالا. هابي ناو؟ نو؟ كم بسم الله. يلا قم 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 قم. هوبلا. So be careful now. عدنا. المهم راك شفتو. وي سي عدنا. المهم. تلاقيت معاها كنت راجع من لاصال انا والحرشي تحيه ليه. وي تبان لي عاوتاني قدامي ويلي شي برينيت وكلشي وجيت ولقيتها صافي. بدنا نهضر معاها بلا 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 بلا. تبادلنا
we changed Instagram the first. Okay, Instagram. No, we met again. So we met, first we met one time and then we said bye bye. Yes, and the second and met, the same day when same I come. Yes, I told again. Them that. Yeah. She, this Instagram. So we can have maybe after 2 days our first meeting in the beach, the beach, in the plage, in the beach. In the beach. Yes, yes. In the beach, my beach, clear. So we he was the first video me and Summer on Instagram. Why the problem that I was scared if Summer she was scared of me because I have dreadlocks. But Summer when she saw me she smiled and she told me hi guy. She surprised me. زعما انا كنت خايف من سامر لا تخاف مني على قبل الشعر وداك الشيء مي عنقتني وادي وادي صافي عجبني الحال صافي بديت صافي بدات العلاقه في الاول كنا بحال نتصاحبوا بحال مصاحبين وداك الشيء المهم بصراحه هذيك الوقت كنت كنعرفها هي باش ما نكذبش عليكم وكنت كنعرف اختنا الانجليزيه في نفس الوقت دونك كنت حاير بزاف مي اون فان كونت بانت لي هذه زعما معقوله وكل شيء وصافي بقيت معاها نورمال كنهضروا عادي كنتلاقاو لايك ان ذا بيجينينغ وي ميت نورمال وي توك نورمال ايفريثينغ واز اوكي بات وين اي نو هير وين اي نو هير اي نو ذات شي از فيري نايس اند شي از سيريوس اند شي ريسبكتفول عجبتني كتحترم راسها والله العظيم ظريفه كنمشي عندها حتى للدار ما كاينش تبرهيش زعما والله حتى انا كنبين لها ايماج زوينه اي واز لايك like have a responsibility like I want to show you like the Moroccan people they are good because you asked me about the religion I was scared if I do something bad she say no not good كنت خايف سولتني على 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 الديانة ديالي وعلى ديما كنبغي نعطي ايما اهم حاجة عندي كنعطي ايما زوينة للمغرب وايماج زوينة للاسلام اقسم بالله يعني الاحترام ماشي انا مسلم وكندافع على الاسلام ونمشي للدار نزعم عليها لا هنا غنوليو دراري صغار خلي داك الشيء مع الوقت من بنت لي السيدة معقولة والبنت بغيتها من عند الله والله شاهد عليا صافي داك عجبني الحال كتقولوا لي علاش ما تزوجش بها علاش ما تكونوش عائله علاش ما تكونوش عائله المهم في الاول بدينا شويه اعجاب يو لايك تو بي هونست لايك اي لايك يو ان ذا بيجينينغ يو لايك مي اور نوت اي مين شور شور ثانك يو بات ذا بروبلم ذات اتس نوت اباوت اف دي دازنت لايك ايتش اذر اي لايك هير شي لايكس مي بات ذا بروبلم You tell them, then I will explain in Arabic, please. Because I don't want to. If I tell them, maybe they will say no, no. هي غتقول لكم باش تعرفوني راه الفري. So, okay. So, I try to explain that. I mean, obviously, he's a good guy. So, but I just try to explain. مازين الغا. I think we have a lot of different cultures to start with. And I think that could be difficult. But I respect the culture and you respect my culture but I just think it's different and then في الاول كنت كتقول زعما الكالتشر ديالنا مختلفه وكيفاش غادي تكون مع مغربي ولكن هي كتحترم الكالتشر ديالي and انا كنحترم الكالتشر ديالها continue and then also this big issue is that I know that he wants kids and I am almost 100% sure that I don't want kids more kids than her اوكي المشكل اللي كان واقع لحقاش واحد النهار وي هاد لايك دايت ان شيطارك انتارك ريستورانت اند وي توك اباوت ذس واحد النهار ريحت انا وياها قالت لي اجي نهضروا تلاقينا خويا في ريستورون ديال طارق هضرنا في الزواج هضرنا في كل شيء بديت كنعجبها بديت كتعجبها الكالتر ديالي ما عندهاش مشكل في الاسلام لحقاش بديت كتعرفني انني بخير معها وداك الشيء ولكن قالت لي وان كونديشن لايك Even if we get married, she doesn't ready. She's not ready to have a kid. No. قالت لي أنا ما مستعدش يكون عندي الوليدات دابا وبحكم اللاج أننا تقريبا في نفس اللاج أنا وقال كبر منها بعام خاص ضروري أنا بعدا كاين إلا تزوجت الماكسيموم ديالي واحد العام حيت أنا ديجا معطل وأنتم عارفين هاد اللعيبة دونك أنا خاصني على الأقل عام خاص يكون عندي وليدات وهي ما مستعدش ولاد دابا ديجا عندها البنية وعندها مشكل مع خاصني نقول هاد اللقطة هادي راه من بغيت But I love this tattoo like you have. Wow. قلبت الموضوع حيت كنقول ولا ما نقولش. بغيت البنية من عندها 8 شهور اخوتي ما عمره ما سولتها ما عمره. داك الشيء علاش هي مسكينة ما تقدرش دابا تونكاجا بولاد اخرين وانا اخويا ما نقدرش. دونك هذا هو السبب الرئيسي اللي ما خلاناش نكونوا بجوج وهذا هو المشكل اخوتي هو ان ما نقدرش نكونوا بجوج وانا ما نكذبش عليك بقيت معها بقيت معها اون كونتاكت لحقاش فريمون البنت عزيزه عليها انا وهي عزيزه عليا
ودابا كنعتبرها بحال عائلتي. واخا كنهضروا كتبان الدري انا عاجبه وداك الشيء، ولكن ما يمكنش نبقاو عام صاحبين باش نضيعوا الوقت. I told them like in the beginning we talked about relationship like serious, so when we cannot get the marriage we cannot like just lose time or spend time. You understand me? Mm-hmm. You are okay, are you agree with me or not? Yeah, sure. Yeah, that's why I told them, because this the reason that we cannot be together, it's like the kids. Mm. If not the kids, you will get married? Mm. Yes. I mean, it's also the culture thing, but but yes. It's a big important issue. So قالت كوخا الكولتر واخا ما عندهاش مشكل، فهمتي؟ ولكن هذا هو I respect him and I really want the best for him because now he's grown to be a very good friend. Yes. Like family. Like so, family. That's so why when important. I put the picture, I say family. Yes. Because Anaya. Yeah. It's very important to be honest. And since I was honest from the beginning, then we can be friends. Yes. حيت كنا كانت صريحة من الأول. هي من الأول قالت لي شو بغيتي اللي كنا بغينا نتزوج وداك الشيء لعيبة الأولاد. أنا يا خويا علاش غنبقى نتفلى على الدرية وغنقول لها آه هانية ونضيع وقتي ونضيع وقتها. دونك في الأول داك الشيء كان محطوط. دونك كيف ما عرفتوا هذه هي القصة. والناس كيدوزو من ورانا عادي بورتومانوس قهوه بجوج اورو 80 تاخذها في المغرب تاخذها ب 20 درهم ولا 50 بحال بورتومانوس تشيرز والله ما تشيرز صافي تشيرز بحال هكا تشيرز صافي شو 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 سامع يلا كنتمنى نكون جاوبتكم على السؤال وما نسيت والو فوالا هادشي اللي كاين. Anything you want to ask, to tell them something, the people that they send you message, the more can people know you know them? Yes, I'm just happy for all the message, of course. I'm not used to have all this attention online. قلت لكم عمرها ما كان عندها الاهتمام من شي ناس اونلاين، ولكن دابا مع المغاربه كيصيفطوا لها ميساجات زوينين وعجبها الحال. ثانك يو يو سي قلت لكم شكرا like وراه كتفكر تجي للمغرب ان شاء الله في الاخر الشهر. اي تولد ذيم اف وي كان جو تو موروكو ان ذا اند اوف ذيس مونت ميبي اف ايفريثينج اتس اوكي وي كان كام شي وونت تو ميت لايك to discover like Marrakesh, yes. Sahara, camel. I want to ride camels. Yes. And she wants to ride camels. علاقة بالبنية ديالها. ولا جيت غنوريها للمغرب وداك الشيء وانا بغيت نعطيكم واحد ليماج ان لا ميتي واخا ما كانت اكزيست بها صراحة انا ما كنآمنش بها ولكن بعض المرات كاين شي ناس كيخليوك تآمن بها. بحالاش بحال ماك انا ما باغي منها والو انا كنرتاح مع البنية كنتهلا فيها فهمتي انت ما عارفين المغاربة حنان وداك الشيء انا راه كنشوف حياتي مع واحدة أخرى ولا مع مغربية وداك الشيء من أحسن ليا. ويا راه كتشوف حياته ولا جينا للحقيقه هي ما بغيتش نقول هي اللي خاسره كل وكيفاش التفكير ديالو الدري كيبقى فهمتي دري دونك هي كنتمنى ليها اللي فيه الخير. I told them that inside my heart I hope you the best in your life and you find that someone he can deserve you and he knows your value. You too. هاي انت سامر بغات تسلم عليا يلا عاونا الله يعطيك الصحه ما بغيتش ندور كاميرا حتى هي بغات تعنقني غير شتي سو هادشي اللي كاين ثانك يو فور ثانك يو فور ايفريثينغ لايك يو فيديو واي حاجه كتسولوا عليها كنجاوب عليكم. اي لايك مروكانز مروكان بيبل وي لايك سويديش بيبل اند سويديش جيم هادشي اللي كاين دونك تهلاو اخوتي. Peace and love.